بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم عبر درس جديد من دروس مادة العلوم العامة، والتي نقدمها إليكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الأنور والفضائية. أعزائي الطلاب، تعرفنا في درس سابق على الغلاف الجوي للأرض، وتعلمنا أن بخار الماء هو من المكونات الثانوية للغلاف الجوي، وأن نسبته غير ثابتة، وأيضاً تعلمنا أن درجة الندى هي درجة حرارة الهواء عندما تصبح الرطوبة 100%. والسؤال الآن، ماذا يحدث للهواء عندما تنخفض درجة حرارته إلى أقل من درجة الندى؟ بالتأكيد سيبدأ تكاثف بخار الماء، وهو درسنا لهذا اليوم، تكاثف بخار الماء. وسنتعلم في هذا الدرس أولاً مفهوم تكاثف بخار الماء وشروط حدوثه، أيضاً أشكال التكاثف لبخار الماء، وأيضاً سنتعلم مفهوم الهطول وأشكاله، وأيضاً سنتعرف على مفهوم استمطار السحب. أحبائي الطلاب، قبل أن نتعرف على مفهوم التكاثف، يجب أن نتعرف أولاً على مصادر بخار الماء في الجو كما تعلمناها في الدرس السابق. فمصادر بخار الماء أولاها المسطحات المائية، ثم التربة الرطبة، ثم العمليات الحيوية، والمقصود بها عملية التنفس عند الكائنات الحية الحيوانية ومعها الإنسان، وعملية النتح عند النبات، وأيضاً الغطاء الجليدي. إذن هذه هي مصادر بخار الماء في الجو. بعد أن تعرفنا على مصادر بخار الماء في الجو، هيا بنا لنتعرف على مفهوم التكاثف. فالتكاثف هو تحول بخار الماء الزائد عن الإشباع إلى نقط مائية، وهذا عند انخفاض حرارة الهواء إلى أقل من درجة الندى. إذن التكاثف تحول بخار الماء على شكل نقط مائية كما تشاهد في هذه الصورة. ما الشروط الواجب توافرها حتى يحدث تكاثف بخار الماء؟ الشرط الأول أن يتشبع الهواء ببخار الماء، بمعنى الهواء الجاف لا يحدث تكاثف. إذن بالدرجة الأولى يجب أن يتشبع الهواء ببخار الماء، والزائد عن الإشباع يبدأ تجمعه على شكل قطرات مائية على الأسطح الباردة غالباً. 2. وجود نوى التكاثف، وهذه عبارة عن نوى التكاثف هي عبارة عن جسيمات من الهباء، وهي عبارة عن دقائق صغيرة معلقة في الهواء أو الغبار منتشرة في الهواء ويتجمع عليها بخار الماء. إذن نوى التكاثف عبارة عن جسيمات صغيرة جداً منتشرة في الهواء، هي عبارة عن هباء أي رماد، أو عبارة عن غبار أو ما شابه يتجمع عليها بخار الماء. هذه هي عبارة عن نوى التكاثف. إذن يجب أن يتوفر شرطان، الشرط الأول أن يتشبع الهواء ببخار الماء، والشرط الثاني هو وجود نوى التكاثف. والآن هيا بنا لنتعرف على خصائص نوى التكاثف. أما الخاصية الأولى، مصدرها الأملاح البحرية. 2. جميعها تذوب في الماء، بمعنى عندما يتجمع عليها بخار الماء تذوب في الماء. رقم 3. متعددة الأحجام، منها صغير ومنها متوسط ومنها كبير الحجم، ولسنا نقصد بذلك أنها كبيرة الحجم، كبيرة جدا، إنما هي صغيرة منتشرة في الهواء ويحملها الهواء. والآن عزيزي الطالب، أكمل العبارات التالية. العبارة الأولى، التكاثف هو بخار الماء على شكل قطرات مائية. فكر. الإجابة هو تجمع أو تحول بخار الماء على شكل قطرات مائية. أحسنتم. 2. فراغ، هي عبارة عن دقائق من الغبار والأملاح يتكاثف عليها بخار الماء، دقائق صغيرة. فكر. أحسنت. الإجابة هي نوى التكاثف، نوى التكاثف. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا لنتعرف على أشكال التكاثف. ما هي صور تكاثف بخار الماء؟ الصورة الأولى الضباب، الصورة الثانية الندى،
أما الصورة الثالثة فهي الصقيع، والصورة الرابعة وهي السحب. إذن أربع صور للتكاثف، الصورة الأولى هي عبارة عن الضباب، أما الصورة الثانية فهي الندى، والصورة الثالثة الصقيع، والرابعة هي السحب. أحسنتم، هيا بنا لنتعرف على تلك الصور والأشكال لتكاثف بخار الماء بشكل من التفصيل. نبدأ بالشكل الأول وهو الضباب. فالضباب هو عبارة عن سحابة بيضاء ملامسة لسطح الأرض تتكون صباحاً. إذن الضباب كما تشاهد في هذه الصورة هو عبارة عن سحابة بيضاء من تجمع نقط مائية صغيرة تبقى ملامسة لسطح الأرض، ولكنها في الغالب تتكون صباحاً. ما هي أهم خصائص هذا الضباب؟ أما الخاصية الأولى أنه قطرات مائية صغيرة معلقة في الهواء، قطر الواحدة منها لا يتجاوز 1/10 ملليمتر، وهذه القطرات يحملها الهواء وتبقى قريبة من سطح الأرض. أما الخاصية الثانية فهي يتكون عند انخفاض حرارة الهواء لأقل من درجة الندى. والسؤال الآن، لماذا هذا الشرط لأقل من درجة الندى؟ لأنه كلما انخفضت حرارة الهواء لأقل من درجة الندى يبدأ تكاثف بخار الماء الزائد عن الإشباع على شكل قطرات مائية صغيرة. أما الخاصية الثالثة فهي ينقشع ويزول بعد شروق الشمس، بمعنى تتبخر هذه النقط المائية الصغيرة بعد شروق الشمس. والآن عزيزي الطالب، هل للضباب من أضرار؟ بالتأكيد هناك أضرار للضباب، فالضباب يسبب تشويش الرؤية وحوادث المواصلات. لاحظ الصور، يتم تشويش الرؤية الأفقية للسائقين وغيره. والآن أعزائي الطلاب، دعونا ننتقل إلى الشكل الثاني من أشكال التكاثف وهو الندى. إذن ما المقصود بالندى؟ هو عبارة عن قطرات مائية تتجمع على الأسطح الباردة صباحاً. لاحظ الصورة، صورة ورقة نبات وتجمع عليها قطرات من الماء. أما أهم خصائص الندى فهي يتكون عند انخفاض الحرارة أيضاً لأقل من درجة الندى، ولكن هذه المرة تكون حرارة الهواء فوق الصفر مئوية، فتصبح قطرات ماء متجمعة على الأسطح الباردة كزجاج السيارات وأوراق النباتات. الخاصية الثانية، يكثر في المناطق الزراعية والساحلية بسبب كثرة بخار الماء وتشبع الهواء ببخار الماء. والآن عزيزي الطالب، هل للندى من أضرار؟ فكر. الندى قلنا عبارة عن قطرات مائية تتجمع على الأسطح الباردة كالسيارات مثلا أو أوراق النباتات. والإجابة نعم، يسبب الندى بصدأ المنشآت الحديدية والسيارات، لأنه يتراكم عليها في أوقات كثيرة مما يؤدي إلى صدأها. إذن ثالثا الصقيع، وهو عبارة عن بلورات ثلجية تتجمع على الأسطح الباردة صباحا. لاحظ هذه السيارة، هناك بلورات ثلجية تجمعت عليها ليلا بسبب انخفاض حرارة الهواء إلى أقل من درجة الصفر، وهذا يحدث غالبا في المناطق الصحراوية الجافة. عند انخفاض حرارة الهواء لأقل من درجة الصفر يتجمد بخار الماء مباشرة على الأسطح الباردة مثل زجاج السيارات أو أوراق النباتات، وهذا سيقودنا إلى أضرار الصقيع، حيث يسبب الصقيع تلف المزروعات لأنه يتراكم على الأوراق والبراعم الصغيرة مما يؤدي إلى تجمد الخلايا، وهذا قد يؤدي إلى تلف النباتات وبالذات الصغيرة. أما الضرر الثاني فهو تقطع أسلاك الهاتف والاتصالات إذا كانت مشدودة، حيث أنه يتراكم على هذه الأسلاك مما يؤدي إلى عملية انكماش للأسلاك، وقد يؤدي إلى تقطعها إذا كانت مشدودة. والآن عزيزي الطالب، أجب عن السؤال البسيط التالي، وهو قارن بين الضباب والندى والصقيع من حيث طبيعته. ما هي صورة الضباب؟ هو عبارة عن سحابة بيضاء، أحسنت. أما الندى فهو عبارة عن قطرات مائية صغيرة تتجمع على الأسطح الباردة، أحسنت. أما الصقيع فهو عبارة عن بلورات ثلجية. هذا وجه المقارنة الأول. أما وجه المقارنة الثاني بنفس السؤال،
لاحظ، يريد المقارنة من حيث الأضرار. ما هي أضرار الضباب؟ قلنا هي، أحسنت، هي عبارة عن تشويش الرؤية. أما الندى فصداء الحديد، أحسنت. والصقيع يسبب كما قلنا تلف النباتات وأيضا تقطع أسلاك الهاتف والاتصالات إذا كانت مشدودة. والآن عزيزي الطالب، درسنا ثلاثة أشكال من أشكال تكاثف بخار الماء، وهي عبارة عن الضباب والندى والصقيع. سننتقل وإياكم إلى القسم الرابع وهو السحب، ولكن بعد هذا الفاصل انتظروني سأعود. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم من جديد. تحدثنا قبل الفاصل عن أشكال التكاثف وهي عبارة عن الضباب والندى والصقيع، وسنتحدث الآن عن الشكل الرابع وهي السحب. لاحظ الصور الجميلة التالية والتي تبين أنواعا متعددة من السحب. لاحظ اختلافها في ألوانها، أحجامها، أشكالها. فتلاحظ في أيام عديدة تكون السحب في سمائنا. هذه السحب مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، منها الأبيض ومنها الرمادي ومنها ما هو مائل للزرقة، وأحيانا تكون متجمعة كثيفة وأحيانا تكون متفرقة. فهيا بنا لنتعرف على مفهوم السحابة وما هي الأساس الذي تم تصنيف السحب عليها. أما السحابة فهي عبارة عن كتلة ضخمة تنتج من تجمع نقط مائية صغيرة أو بلورات ثلجية دقيقة أو خليط منهما، تسوقها وتحملها الرياح من مكان إلى آخر. هذا ما يسمى السحب. ولاحظ أنها تتكون عاليا، لكن ما هو الأساس الذي تم تصنيف السحب عليه؟ نريد تصنيف السحب على أي أساس؟ على شكلها، على حجمها، على ألوانها، على ماذا؟ إذن نلاحظ، صنفت السحب بناء على الارتفاع عن سطح الأرض، فهناك سحب عالية وهناك سحب منخفضة. هيا بنا لنتعرف على أنواع السحب من حيث الارتفاع عن سطح الأرض. فالنوع الأول منها السحب العالية، ومثال عليها السحب السمحاقية. لاحظ الصورة. هيا بنا لنتعرف على خصائص هذه السحب. أما عن ارتفاعها فيزيد عن 6000 متر، ومكوناتها بلورات ثلجية، وأيضا شكلها يشبه الريش، وبالتالي لا يتساقط منها أمطار أو هطول، وتكثر هذه السحب غالبا في الصيف. أما النوع الثاني منها فهي السحب المتوسطة. لاحظ أشكالها، مثال عليها السحب الطبقية المتوسطة. أما عن خصائص هذه السحب، ارتفاعها من 2000 إلى 6000 متر. لها ألوان متعددة، منها الأبيض ومنها الرمادي ومنها ما هو مائل للزرقة. ومثال هذه السحب هي السحب الطبقية المتوسطة. أما النوع الثالث منها فهي عبارة عن السحب المنخفضة. ولاحظ اسمها منخفضة، وتبقى أحيانا قريبة من سطح الأرض، بمعنى تلامس أطراف الجبال العالية. ومثال عليها المزن الطبقي، ولاحظ أن لونها رمادي. وهذه السحب تمتاز بأن ارتفاعها أقل من 2000 متر كما أسلفت، قد تلامس أعالي الجبال. ومثال عليها المزن الطبقي. وهذه السحب تمتاز بأنه يهطل منها المطر أو الثلج لفترة طويلة نسبيا. النوع الرابع وهي عبارة عن سحب ذات نمو أو امتداد رأسي. وهذه السحب ذات ارتفاعات مختلفة وتنقسم إلى قسمين. لاحظ السحب الركامية والسحب المزند الركان. لاحظ الصور. هيا بنا لنتعرف على خصائص كل من السحب الركامية وسحب المزن الركان. أما السحب الركامية فتمتاز بقاعدة مستوية وتظهر كالقبة في السماء، وأيضا تدل على طقس معتدل. وتكثر هذه السحب في أواخر فصل الربيع وبدايات فصل الصيف.
أما النوع الآخر وهي سحب المزن الركاني فهذه تمتاز بالامتداد الرأسي وأيضا تشبه القلاع أو الأبراج، ولكن يهطل منها المطر والبرد ويسحب هذه السحب البرق والرعد. وكما قلنا هي عبارة عن سحب ذات نمو أو امتداد رأسي. والآن عزيزي الطالب أجب عن السؤال التالي، اكتب المصطلح العلمي. سحب يتراوح ارتفاعها من 2000 إلى 6000 متر، ومثال عليها السحب الطبقية المتوسطة. ماذا تسمى هذه السحب؟ من أي نوع؟ فكر. إذن هي من السحب المتوسطة. إذن هذه هي السحب المتوسطة. أحسن. السؤال الثاني، سحب منخفضة يقل ارتفاعها عن 2000 متر وقد تلامس قواعدها سطح الأرض، فكر في الإجابة. أحسنت، هي المزن الطبقي. السؤال الذي يليه، سحب تشبه القلاع أو الأبراج ويتساقط منها المطر والبرد ويصحبها البرق والرعد، إنها سحب المزن الركامي. أحسنتم. والآن عزيزي الطالب لاحظ السؤال التالي، علل لا يحدث هطول من السحب العالية، فكر. لماذا السحب العالية لا يهطل منها أمطار أو حتى ثلج أو برد؟ الإجابة لأن مكوناتها بلورات ثلجية وهي عالية يزيد ارتفاعها عن 6000 متر وهي متفرقة وقليلة وصغيرة. أحسنت. أعزائي الطلاب تعرفنا على مفهوم السحب وأنواعها وتصنيفاتها، وسنتعرف الآن على مفهوم الهطول ولكن بعد هذا الفاصل. أحبائي الطلاب أهلا وسهلا بكم من جديد. تعرفنا قبل الفاصل على مفهوم السحب والآن سنتعرف على مفهوم الهطول. الهطول هو عبارة عن سقوط بخار الماء المتكاثف إلى الأرض بأشكال متعددة، منها المطر أو الثلج أو البرد. إذن تكونت السحابة، بعد ذلك ماذا سيحدث لبخار الماء بعد أن تكاثف فيها؟ بالتأكيد سيسقط إلى الأرض بأحد الأشكال التالية، إما مطر أو ثلج أو برد. هيا بنا لنتعرف على الشكل الأول وهو المطر. فالمطر عبارة عن قطرات الماء المتساقطة من الغيوم نحو سطح الأرض، وهذه تتكون في السحابة عند انخفاض الحرارة إلى أقل من درجة الندى، ولكن تبقى حرارة السحابة فوق الصفر مئوية ولذلك تبقى على شكل قطرات ماء. أما الشكل الثاني فهو الثلج، وهو عبارة عن بلورات أو كسف صلبة تنتج من ترسيب بخار الماء الزائد عن الإشباع على شكل نواة ثلجية، وهذا بسبب انخفاض حرارة السحابة إلى أقل من درجة الصفر. لاحظ الصورة، يتساقط على سطح الأرض ويتساقط بهدوء ويتراكم على سطح الأرض وعلى أسطح المنازل كما تشاهد. الشكل الثالث وهو البرد. أما البرد فهو عبارة عن حبات صلبة متجمدة تتساقط من سحب المزن الركامي، وأيضا هذه الحبات بسبب انخفاض حرارة السحابة إلى أقل من درجة الصفر. والفرق بينها وبين الثلج أن البرد حبات صلبة، قد تنمو وتكبر حبات البرد. ولاحظ معنا أن حبة البرد قد تنمو وتكبر بحجم كبير. وكيف تنمو هذه الحبة؟ تنتج هذه الحبة وتكبر بفعل التيارات النشطة داخل السحابة الرعدية، وهذا الشكل التالي يبين كيف تنمو حبة البرد. لاحظ هنا شكل للسحابة، درجة الحرارة صفر أو أقل مئوية. لاحظ معي هنا، هذه حبة برد تكونت، نقطة ماء تجمدت، ثم بعد ذلك اندفعت إلى أعلى بسبب التيارات النشطة داخل السحابة الرعدية، مما أدى إلى تراكم قطرات الماء عليها
وتجمدت ثم دفعت إلى أعلى مرة أخرى فتراكمت عليها أيضا قطرات ماء مما يسبب إلى زيادة حجمها. ونلاحظ أيضا أنه كلما اندفعت إلى أعلى بفعل التيارات النشطة في السحابة الرعدية هذا سيؤدي إلى كبر حجمها بسبب تراكم قطرات الماء، وعند كبر الحجم تبدأ تتساقط على سطح الأرض على شكل حبات كبيرة. والآن نلاحظ كيف وصلت حبات البرد إلى هذا الحجم بفعل التيارات النشطة داخل السحابة الرعدية، وهنا مجموعة من الصور التي تبين أحجام متعددة للبرد. لاحظ الصور، قد تنمو حبة البرد وتصبح بحجم كرة التنس أو حتى أكبر من ذلك. لاحظ. والآن عزيزي الطالب أجب عن التساؤل التالي: قارن بين المطر والثلج والبرد من حيث طبيعته، فالمطر عبارة عن، فكر، قطرات مائية صغيرة، أما الثلج فهو بلورات ثلجية، بينما البراد حبات صلبة متجمدة. والفرق بين الثلج والبراد أن الثلج بلورات صغيرة ثلجية تتساقط بهدوء، أما البراد فهي حبات صلبة قد يكبر حجم. الوجه الآخر من حيث حرارة السحابة، أما المطر فحرارة السحابة فوق الصفر، أحسنتم، بينما الثلج حرارة السحابة صفر أو أقل، والبرد بنفس الطريقة صفر أو أقل. والآن عزيزي الطالب، هل للهطول من أضرار؟ نشاهد. بالتأكيد للمطر أضرار، حيث يسبب الفيضانات وانجراف التربة. لاحظ الصور، زيادة المطر تسبب فيضانات وأحيانا انجراف التربة، وأيضا يتراكم الثلج على المساكن وفي الطرقات، وقد يسبب الثلج تهدم المنازل بسبب تراكمه عليها أو الأشجار تكسرها أو حتى انسداد الطرق. أما البرد فيتلف البرد المزروعات وقد يكسر زجاج السيارات ونوافذ المنازل. لاحظ الصور. إذن عزيزي الطالب، تعرفنا على الهطول وأشكاله، وهو المطر والثلج والبرد. ولأهمية المطر ترحل الإنسان الأول بحثا عن الماء، والإنسان الحديث اليوم أيضا يهتم بالماء لأنه ضروري جدا للحياة، ولذلك فكر في موضوع استمطار السحب. إذن استمطار السحب هو إجبار السحاب على الهطول بواسطة توليد حالات فوق إشباع بطرق صناعية، أو تزويد السحابة بنوى ثلجية صناعية، أو الطريقة الثالثة وهي إدخال نوى ثلجية مناسبة إلى السحابة. تعالوا بنا الآن لنتعرف على المواد المستخدمة لاستمطار السحب. أما المواد المستخدمة فأولها هو الثلج الجاف، والذي يسمى ثاني أكسيد الكربون الصلب، وهذا يستخدم للسحب الباردة. أما النوع التالي فهو يوديد الفضة، حيث يحرق في وجود مادة الأسيتون ويستخدم للسحب الباردة. النوع الثالث ملح الطعام، إما على شكل مسحوق أو على شكل محلول يستخدم للسحب الدافئة. والآن نتعرف على كيفية إدخال هذه المواد إلى السحب. أما الطريقة الأولى باستخدام الطائرات، تقوم الطائرة بحمل هذه المواد ثم رشها فوق السحب، أو باستخدام قذائف خاصة، وهذه صورة تبين كيفية رش هذه المواد فوق السحب. هذه طائرات خاصة تستخدم لرش هذه المواد على السحب. الطريقة الثالثة وهي محطات الاستمطار، حيث توضع محطة الاستمطار ويوضع فيها يوديد الفضة ويحرق في وجود الأسيتون، فيخرج هذا الرذاذ فيحمله الهواء باتجاهه ويصعد إلى أعلى فيما يسمى صعود التضاريس، ويصعد إلى أعلى ويبدأ بالدخول إلى السحابة، ومن ثم تحدث عملية الاستمطار. والآن عزيزي الطالب، اكتب المصطلح العلمي 1
فراغ هو إجبار السحابة على الهطول. الإجابة هي استمطار السحب. أحسنت. إذن استمطار السحب هو إجبار السحابة على الهطول. السؤال التالي، أكمل العبارات التالية: يستخدم الثلج الجاف ويديد الفضة لاستمطار السحب الباردة. أحسنت. أما ملح الطعام يستخدم لاستمطار السحب، هيا أجب، السحب الدافئة. أحسنت. أعزائي الطلاب، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، ودعونا الآن نستذكر ما درسناه في هذا الدرس. درسنا أشكال التكاثف، وهي عبارة عن الضباب والندى والصقيع والسحب، وأيضا تعلمنا السحب منها العالية والمتوسطة وأيضا المنخفضة وذات النمو أو الامتداد الرأسي، وكذلك تعلمنا اليوم مفهوم الهطول وهو المطر والبرد والثلج، وأيضا تعلمنا مفهوم استمطار السحب وكيفية إدخال هذه المواد إلى السحب. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، مع خالص أمنياتي لكم بالحب، أشكركم وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.